في هذا الفيديو راح نشوفوا اسهل طريقه باش تشري ولا تبيع البيتكوين عن طريق بينوس تبع الفيديو الاخير لانه راح يفيدك <applause> السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم إخواني في قناة أرستي كما شفنا في المقدمة راح نشوفوا خطوة بخطوة الطريقة الصحيحة باش تشري ولا تبيع العملات الرقمية في منصة بينوس بعد التحديثات الجديدة راح نشوفوا كل خطوات فتح حساب جديد في المنصه العالميه بينونس كيفاش تشحن حسابك عن طريق بي تو بي واهم شيء كيفاش تقوم بشراء اول عمله رقميه لك وفي اخر الفيديو راح نشوفوا كيفاش تقوم بسحب رصيدك من بينونس باش تفتح حساب في منصه بينونس اول حاجه اللي تقوم بها هي تدخل في الرابط اللي راح اسفل الفيديو واللي راح يعطيك 20% خصم مدى الحياه على عموله المنصه بعدها راح نخيروا طريقه التسجيل احنا راح نختاروا التسجيل عن طريق جيميل بعدها تختار جيميل لك فتحه في الهاتف بعدها توافق على سياسة والشروط وتضغط على Identity Verification بعدها يدينا تطبيق بينونس لأهم مرحلة وهي تأكيد الهوية وفي حال تمدكش لهذه المرحلة مباشرة راح تسيب تأكيد الهوية من هنا بعدها نختار مكان إقامتنا الحالية ويقولنا أنه راح نملأ معلوماتنا الشخصية وراح نثبتوا هذه المعلومات ببطاقة تعريف وطني ولا رخصة سياقة ولا جواز سفر بعدها تضغط على Continue والأن ما عليك غير تملأ كل معلوماتك الشخصية صحيحة بطبيعة الحال وتبع خطوات الإثبات راح تختار نوع الوثيقة اللي راك حاب تثبت بها هويتك بعدها تصورها من الجهة الأمامية والخلفية ودير وبعد دقائق قليلة راح يتفاعل معك حساب بينونس وهذه هي واجهة بينونس الرئيسية بنسخة برو وإذا ما خرجتلكش هذه الواجهة ادخل للإعدادات من هنا وقم بتغييرها من لايت إلى برو الأن أول وأهم شيء اللي نقوم به بعد تأكيد هويتنا هو زيادة أمل الحساب وكنصيحة قم بتأمين كل حساباتك اللي تملكها في هاتفك بعد هذا اضغط على حسابك وبما أنه قمنا بتأكيد هويتنا من قبل في الخانة الأولى راح يقولنا أنه حسابك راه مفعل في الخانة الثانية راح يعطينا وسائل الأمان اللي رانا حابين نضيفها في حسابنا بينوس اضغط على سيكوريتي وراح يخرج عندنا العديد من طرق التأمين وأضعف الإيمان تكون مأمن حسابك باثنين ولا ثلاث طرق الطريقه الاولى هي تامن حسابك برمز سري ولا بصمه الوجه اللي راك واضحها لتامين هاتفك اما الطريقه الثانيه فراح تستعمل تطبيق جوجل ليساعدك في تامين كل حساباتك بعدها تصيب تامين بواسطه رمز سري ولا ايميل خاص بك ولا عن طريق الهاتف وكل من هذه الطرق راح دومونديهم منصه بينونس منك كل ما تسجل دخول بعد ما فريناها مع تامين حسابنا بينونس راح نشوفوا كيفاش نقومو باول عمليه شحن وباش نشحنوا رصيدنا بينونس عندنا طريقتين الطريقه الاولى هي تشوف شخص موثوق يرسل لك راسي دي وفي اغلب الاحيان يكونوا في لي جروب فيسبوك ولا شخص تكون تعرفه وهذا يكون بعد ما تعطي له رقم هاتفك ولا الايميل ولا ترسل له الكود الخاص بمحفظتك وهو يقوم بارسال الرصيد وهذه الطريقه تقدر تقوم بها وحدك إذا كان عندك حساب ريدوت باي وهذا الفيديو يختصر عليك كل الطريق اما الطريقه الثانيه فهي خاصيه البي تو بي من بينونس في حاله ما كاش يرسلك وقبل ما نشوفوا خاصيه البي تو بي كاين ملاحظتين اللي لازم تعرفهم الملاحظه الاولى كاين العديد من العمولات اللي تخليك منصه بينونس تشحنها وكل هذه العملات ينقسموا الى نوعين النوع الاول هو العملات الاساسيه واللي تكون قيمتها في السوق ثابته يعني ما تزيد ما تنقص كما عمله اليو اس حيث واحد يو اس يساوي واحد دولار ونستخدم عمله اليو اس دي تي بها العملات الاخرى هذا بالنسبه للنوع الاول النوع الثاني العملات المتغيره يعني هذه العملات سعرها يزيد وينقص كيما البيتكوين ايثيريوم سولانا والعديد من العملات الاخرى وباختصار اكثر لازم تكون تملك عمله ثابته في منصه بينوس واللي هي اليو اس دي تي باش تشري العملات الاخرى واللي تكون متغيره الملاحظه الثانيه واللي نشوفها اكثر اهميه كاين بعض العملات الرقميه المحرمه شرعا وقبل ما تشري ولا تبيع اي عمله رقميه من الاحسن تتاكد منها وباش تشحن حسابك بينونس بواسطه البي تو بي عندك طريقتين يا يعني اما راح تصيبها من هنا ولا مباشره من واجهه التطبيق تضغط على ديبوزيت بعدها تختار بي تو بي وتوافق على السياسات والشروط وراح تخرج عندك هذه النافذه في خاصيه p P2P بينونس هي اللي راح تعمل عمل الوسيط بينك وبين البائع حيث راح فيها العديد من البائعين اللي بيعوا كل انواع الارصده واول شيء اللي تاكد منه اخي المواطن هو العمله اللي راح تخلص بها يعني اذا كنت راح تخلص بواسطه السي سي بي تختار دينار جزائري اما اذا كنت راح تخلص بواسطه وايز ولا بيسيرا راح تختار الاورو ولا الدولار ولا الباوند وهذا يرجع حسب العمله اللي تملكها في هذا البولو بعدها تتاكد ان وراك ضاغط على باي ولا شراء ماشي بيع ايضا تتاكد ان وراك ضاغط على اليو اس في حال ترك حاب تشري عمله رقميه يو اس دي تي وراح يخرج عنا العديد من البائعين المتوفرين حاليا اول شيء اللي لازم تعرفوه هو السعر لو طالبوه هذا البائع وراح تصيب اقل سعر في الاعلى وكل ما تهبط للاسفل السعر راح يرتفع ايضا الشيء اللي لازم تتاكد منه هو الكميه اللي يقدر يبيعها هذا البائع يعني اذا انت حبيت تشتري مثلا 10 يو اس دي تي والبائع يبيع فوق ال100 يو اس دي تي فهنا ما راحش يساعدك وما عليك غير تحوس على بائع واحد اخر شيء اخر اللي لازم تتاكد منه هو عدد التعاملات ولا عدد المبيعات اللي قام بها هذا البائع فكل ما يزيد عدد التعاملات والنسبة المئوية تاع المبيعات تكون أكبر، كل ما تعرف أن هذا البائع منضبط في تعاملاته، وأحسن شيء تصيب النسبة المئوية تاع المبيعات تاعو فوق 90%، أيضا تأكد من طريقة الدفع اللي يقبلها هذا البائع، يعني أنت إلا كنت راح تدفع بواسطة السي سي بي ولا باري والبائع يكون عنده سعر جيد ونسبة مئوية تاع التعاملات تاعو ولكن ما يقبلش باري هنا ما عليك غير تحوس على بائع واحد آخر، نظن رأيي وصلت الفكرة. الان بعد ما تختار احد البائعين تضغط على باي ولا شراء تحب تضيف المبلغ بالدينار من هنا ولا باليو من هنا في حالتنا راح نشرو كل الكمية اللي عنده واللي هي 116.94 يو اس دي تي للاسفل راح نسيبوا انه يقبل التعامل ببنك بانكسي ولا باري ديمون. ايضا نسيبو تعليقات الناس اللي شرات من عنده والنسبة المئوية تاع التعاملات اللي حكينا عليها سابقا بعدها اضغط على باي يو وفي هذه المرحلة راح نحكم مباشرة مع البائع من هنا نبعثوا له رساله نطلبوا فيها الرقم التسلسلي تاع دي موب تاعو بعدها تقوم بالدخول لتطبيق دي موب دير ترانسفير ونقوم بلصق الريب اللي رسله لنا البائع نوضع المبلغ اللي لم فاهمين عليه وبعدها نقوم بالضغط على ارسال بعدها نديرو كابتشر دي كرون باش نثبتوا البينونس ولا ارسل هذه الوثيقه للبائع عن طريق الايميل بعدها دير ترانسفير نوتيفاي سيلر اضغط على الزائد باش تحمل الكابتشر اللي درناها هكا باش تبين باللي راك قمت بارسال المبلغ للبائع وفي الحالة هذه ما يقدرش البائع ما يرسلكش الرصيد لأنه بينوس راح تقوم بتجميد حسابه حتى يرسلك لك المبلغ اللي كنت فاهمين عليه وفي الأخير راح يوصلك رصيد من عند البائع لكن راح يوصلك في محفظة اسمها فاندين وباش تحول من محفظة سبوت إلى هذه المحفظة ادخل هنا بعدها زيد ادخل هنا قم باختيار تحويل من فاندين إلى سبوت واختار كل المبلغ واضغط على تحويل ومبروك عليك الان راح تكون قادر اخي المواطن تشري ولا تستثمر في اي عمله رقميه ولا حتى تشحن ارصده البنوك الرقميه اللي تملكها وباش تشري العملات الرقميه ما عليك غير تدخل راح تخرج عندك هذه الصفحه راح يخرجوا عندك العملات الرقميه اللي تقدر تداول عليها اختار اي عمله من هذو اللي حاب تشريها فقط يكون مقابلها اليو اس دي تي يعني تشري هذا العملة بواسطة الـ USDT اللي راهو ديجا في محفظتك ولما العملة الرقمية اللي تبحث عليها روح لخانة البحث وادخل اسم هذه العملة مثلا عملة مانا، بي تي سي، بي ام بي ولا أي عملة أخرى. في حالتنا راح نختاروا البي تي سي، واللي هي البيتكوين، وراح يخرج عندنا هذا المخطط. هذا المخطط ولا الشرط تحب يخرج عندك باليوم، ولا الساعة، ولا حتى ثانية. وتحت هذا المخطط راح تصيب كل المعلومات حول عملة البي تي سي، واللي راح تساعدك نوعا ما باش تبدأ تداول. ربما هذا الشرط ولا المخطط يبان معقد نوعا ما، للناس اللي حابة تبدأ في هذا المجال، أقوى وأحسن موقع اللي يعطيك شرط جيد بكل تفاصيل والمؤشرات. هو موقع تريدين فيو واللي راح نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو، واذا حبيتوا نديروا شرح مفصل لهذا الموقع خلونا في التعليقات، نقول المفيد، باش تشري البيتكوين اضغط على باي راح تفتح معك صفحه اخرى، وفي هذه الصفحه راح نختاروا طريقه الشراء والسعر اللي انا حابين نشرو به، راح يعطينا السعر الحالي للبيتكوين وتحت كلمه باي ولا شراء راح نصيبوا خمس طرق للشراء، بالنسبه لنا راح نشرحوا اهم طريقتين واللي هي ليميت وماركت، فاذا اخترنا ليميت راح نقولوا البينونس كيلحق سعر البيتكوين مثلا ألف قم بشراء ما قيمته هو 10 دولار ولا 20 ولا 100 دولار وهذا يرجع حسب الرصيد اللي كتب ملكو في المحفظه وغير تحط المبلغ اللي راح تشري يحسب لك اوتوماتيكيا شحال راح يجيك من بيتكوين بعدها اضغط على باي ولا شراء راح نشوفوا انه تم وضع طلبك في قيد الانتظار وغير يلحق السعر ل 37000 منصه بينونس راح تفعل الشراء اوتوماتيكيا وفي اي وقت تقدر تلغي هذا الطلب بدون اي اقتطاعات بالنسبه للطريقه الثانيه للشراء هي ماركت ومعناها انك تشري البيتكوين ولا العمله اللي حاب تشريها بالسعر تاعو الحالي فقط تقوم بوضع السعر اللي حتشري به واذا ضغط على شراء مباشره راح يتنفذ امر الشراء وراح تصيب رصيدك من البي في المحفظه وفي حاله البيع نفس الشيء فقط تاكد ان راك في سيل ماشي باي الان وصلنا للمرحله الاخيره وهي كيف ترسل ولا تسحب رصيدك من بينونس وعندك ثلاث طرق والطريقه الثالثه هي اسهلهم الطريقة الأولى تكون إما عن طريق الإيميل الخاص بالشخص اللي راح ترسل ولا رقم الهاتف تاعو ولا عن طريق الكود الخاص بالمحفظة ولا كريبتو نتورك بالنسبة للإرسال عبر كريبتو نتورك ادخل المحفظة اضغط على withdraw بعدها اختار كريبتو نتورك بعدها تقوم بلصق الكود اللي يرسله لنا في الخانه الاولى وفي الخانه الثانيه نختاروا نفس النتورك اللي قام هو باختيارها وفي الخانه الاخيره نختاروا المبلغ اللي انا حابين نرسلوه واضغط على withdraw وراح يوصلوا الرصيد في الحين اما بالنسبه للطريقه الثانيه فبعد ما تضغط على ارسال عن طريق الايميل ولا بينونس اي دي ولا رقم الهاتف في الخانه الاولى نختاروا مثلا رقم الهاتف راح يخرج عندنا في الخانه الثانيه رمز البلد ادخل رقم الهاتف واذا اخترت الايميل راح توضع الايميل في مكان رقم الهاتف في الخانة الثالثة ادخل الرصيد لك حتى وفي الاخير تضغط على سند وراح يوصل الرصيد اما بالنسبة للطريقة الثالثة واللي هي اسرع واسهل طريقة في نفس الوقت فهي طريقة بينونس باي ورانا قمنا بشرح هذه الطريقة في فيديو خاص بها وهكا نكون وصلنا لاخر الفيديو الى استفدت ما تنساش تدعم القناة والاشتراك